سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم التخلص يعني من الآخر. مشاهدينا الكرام يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة الناشط السياسي والاجتماعي عضو بلدية الرملة السيد نايف أبو سويس. مساء الخير أستاذ نايف. مساء النور، أهلا وسهلا بك. طبعا أنا بعرف أنه المخ والأفكار كله ملان، ولكن إحنا خلينا نحصره في المشكلة اللي تهم اليوم الشارع العربي، ألا وهو الانتخابات البرلمانية القادمة وانتخابات الكنيست. بدي بلش في أصعب سؤال وفي أسهل سؤال في نفس الوقت، وين غلطت الأحزاب العربية؟ يعني أولا نستطيع أن نجمل الغلط بكلمتين: حب الذات. الكل بدون استثناء أراد أن يكسب أشياء بأمور شخصية أو حزبية، الكل يريد أكثر تمثيل في البرلمان. مين الكل؟ فسلي نايف. بالحركة لا لا انطيني أسمع، انطيني أسمع. ليش تحكيش في الرموز يا أخ نايف؟ خلينا نكون واقعيين أخي حكمة. أنا إنسان أحكي الحقيقة وكل الصراحة تخلص، ومعروف في صراحتك وجروتك. ومش عندي أي انتماء لشيء، وإنما انتماء لجماهيري، هذا الهامني. الآن الحركة الإسلامية أرادت على كل مشوار المفاوضات 4 مقاعد، كذلك التجمع الوطني 4 مقاعد، كذلك الجبهة أرادت 5 مقاعد، والطيبي انفصل المشترك وبدأ يزحل للمشترك، يريد تمثيل 3 من أول 12. من وين يجيب الخيام؟ احنا بعض 16. مربط الفرس كان على كرسي 12-13، وأنا بقول لك بمسؤولية وبصراحة إنه كان آخر لحظة الساعة 9:30 قبل ما تقديم القوائم بنص ساعة، أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة إنذاك وافق إن يكون نمرة 12 من العربية للتغيير. ولكن التجمع ما رضيش، والإسلامية ما رضيش، وكان هناك فراق. يعني كمان يعني كلهم دوروا تمثيل. تمثيل ماشي، مقاعد هاي ما هي هاي تحصيل حاصل، بس رئاسة المشترك ليش حساب الجماهير خيا؟ لو طلع الأمر اليوم أو كالمشترك كان حكر على 4 أحزاب، ما فتحوا الأبواب لناس مستقلين، ناس أكاديميين، ناس مثقفين، ناس من اللجان الشعبية، من كرة غير ما معترف فيها، وهنا وهناك في ناس، في كوادر وفي ناس عندهم. هل حسب رأيك كل الأحزاب؟ نعم كل الأحزاب، يعني الجبهة الحركة العربية للتغيير، الموحدة، التجمع، حتى الأحزاب الصغيرة استثنيت برضو، ما حدا شاورها. وين لجنة المتابعة في كل هالمناكفات؟ أحكي لك الصراحة، وبعرفش إذا واحد بيحكي لك عنده جراء يحكي لك إياه. أخونا محمد بركة أبو السعيد بنحترمه، رجل مناضل، ولكن في هاي المشوار في قضية الانتخابات الأخيرة لم يكون رئيس متابع، وإنما عاد ليكون رئيس الجبهة والجبهة، وهو المخطط. ليش؟ أنا بحكي لك إياها. هو محمد بركة هو المسؤول عن ما حدث اليوم بقائمتين، هو من قرار استراتيجي أراد أن يكون الجبهة والعربية للتغيير نقطة سطر جديد. فيش أي سبب إنه ما يكونش الأربعة مع بعض. إحنا وكثير من أبناء شعبنا ولجنة الوفاق الشرفاء حثوا ودعموا إنه تكون مشتركة. فيش سبب مقنع لإنسان بسيط مثلي ليش فيش مشتركة؟ ليش فيش مشتركة؟ هل الكرسي هو مربط فرسنا؟ هذا السؤال أخي الكريم. اليوم نوجد هذول الحزبين بتكاتلوا بينهم على الصوت، بالآخر خيب بدون صوتي وبصوت فلان مش هعده. وأخشى بهذه العملية أن يكون هناك تذمر من وهناك يعني غضب عارم في الشارع وفي الجماهير، أخشى من معاقبة الأحزاب وتصويت لأحزاب يهودية. بدي أسألك سؤال، هناك كان في طرح نعم رئاسة المشترك لو حسمت مش للأحزاب، إنه جابوا رجل مستقل هو اللي يرأس المشتركة، هل كان حل برضو الجميع؟ لا أحكي لك صراحة، هذا الأمر صار من بيننا، بعرفش إذا يعني مجرد طرح. شوف صار عندنا نوع مجرد طرح، صار عندنا نوع في ناس كثير شرفاء وعندهم قدرات بدهم يتخشوا على مستنقع السياسي. يعني بدك تقول لي برضو أعضاء الكنيسة ورؤساء الأحزاب العربية صابهم شغلة من النرجسية مثلا، حب الذات؟ ما فيش شك بذلك.
ما فيش طلع. هناك تيار سياسي لكل قائمة أو كل حزب، والمسيطر على الأمور إن كان في الحركة الإسلامية أو في الجبهة أو في التغيير أو في التجمع الوطني، هناك من يقرر. أرادوا تمثيل لهم أكثر مقاعد. أحكي لك شغلة واحدة أخونا أيمن عودة، أنا بحكي لك اليوم جيت كلام صريح وتخلص برنامجك. أيمن عودة يقال له ساعة قبل تسجيل القوائم أراد أن يمشي قرار معين، منصور دهامشي قال له مش أنت صاحب القرار، إحنا صاحب القرار. أيمن عودة منتخب رئيس المشتركين، رئيس قائم المشتركين، رئيس قائم المشتركين، وإنسان بنحبه وإنسان جدع أو من الأوادم. منصور بيقول له أنت مش صاحب قرار. شوف لحد وين وصلنا في أمور من وراء الكواليس، مفيش إشي سبب مقنع إنسان بسيط ليش تم فصل المشتركة، ليش راح بقائمتين أو بحزبين، فيش أي سبب. هذا يعني بيقول لك أنا بناضل وهذا بيقول لك أنا بناضل. ما في عندك تفسير أنت كناشط سياسي، وطبعا أنت برضو أنت كنت عارف كل الخبايا أخي نايف، فيش سبب مقنع لحديت هلأ إلا للشارع العربي، إلا تدخلات خارجية لا شك إنه هنا وهناك مثل أنا بحكي لك، يعني ربما بعض الأحزاب مربوطة بتيارات جلوبالية عالمية تمشي أجندة تبعتها. أوف. طبعاً، وأنا بقول لك إياها بمسؤولية. لا هذا واقع، واللي بقول لك لا يتفضل يجادلني، يتفضل يثبت لي ثاني. وضح كلامك. يعني خلينا نقول الحركين العربية للتغيير في عليها ضغوطات خارجية مثلاً، أو الجبهة في عليها ضغوطات خارجية مثلاً، أو الحركة الإسلامية. بدي أثبت لك، أحمد الطيبي قرر أن ينفصل من المشتركة. شو بالاخر كسب 2 من 6؟ مو ماخذين هيك بالمشتركة. يعني احمد الطيبي لحد دقيقة 99 بقنع جماهيره، نازل وبضل ايمن رئيس جبهة اكبر منه واكبر من الحزب تبعه لاخر لحظة. احمد الطيبي انا نازل لحالي، وكل كوادره صدقوا التمثيلية، ضرب لهم تمثيلية صدقوها انه نزل انتخابات. مش احمد بدأ يسوق لحاله انا نازل انتخابات لحالي مع ناصرتي وحسب ناصرتي. حسب الاحصاءات طبعا اللي كنا نشوفها وينشروها يوميا 6 و7 يرتو للحركة العربية للتغيير. ممتاز. اذا احمد الطيب العربية للتغيير عندها 6 و7، ليش راح مع ائتلاف مع الجبهة؟ ليش ما اخذ 7 لحاله رئيس قائمة وبتمتع بقراره لحاله، وانما رضي ب2 من 6 إلو 2، ليش ما عنده 7؟ ليش ما نزل على الجماهير ومرة واحدة يثبت قوته يا سيدي الكريم؟ أنا لا أكره أحمد، أنا بحترمه وإنسان ذكي وبحبه لأحمد، ولكن في قرارات مصيرية ما وقفش فيها أحمد ولا مرة. جاز انتخابات لحاله ولا مرة عرفنا قوته، ولا مرة عرفنا قوته. يتفضل، ليش ما تفضل؟ إذا عنده 7 أنا عندي 7 بروح برضه 2، ليش ما عملوا 1-1؟ طيب. مع الجبهة. طيب المشكلة خلينا نقول برضو الأساس اللي تدخلات، على سبيل المثال لما قلت تدخلات خارجية، رئيس بلدية الناصر علي سلام ماله وزيارته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، شو بتعني لك انت كناشط سياسي واجتماعي داخل في عنا في الشارع الفلسطيني في الداخل؟ أخي الكريم، اليوم الشارع في حزبين يتنافسوا بينهم للكنيسة. أنا كإنسان مسؤول قائمتين قصدك مش حزب قائمتين على إنزلون. أنا كإنسان مسؤول وقيادي علي مسؤولية ملقاة بغض النظر استيائي وغضبي على أعضاء الكنيسة. لابد أن نخرج ونصوت لحس وطني أكبر. أنا باعتقادي لازم يكون عندنا أكثر تمثيل في الكنيسة من أبناء جلدتنا من عرب، مش مهم الآن رأيي فيهم على كل على صلة، ولكن لابد أن يكون ونفعل تمثيل، لأنه هناك يجب أن يكون تبديل لحكومة اليمين المتطرفة، وهذا لا يتم إلا بجسم مانع. أرجو أنه يكون في تغيير في الحكم، وهناك حيكون تأثير. أخي الكريم، شو أنا بدي من عضو الكنيسة؟ أنا ما بدي شعارات رنانة، بدي يخدم شعار. أنا ما بدي شعارات رنانة، وما بدي يرفع لي علم فلسطين في ميدان تل أبيب وهنا وهناك.
أنا بدي خدمات على أرض الواقع. أخي الكريم، في الرمل واللد هذه المدن مستهدفة، يتم يوميا إخلاء ناس من بيوتهم وملاحقة يومية وهدم بيوت. أخي نايف، أنت زعلان إنه هناك ما في ممثل للمدن المختلطة داخل القائمتين؟ لا أخفي على أحد إنه كان عندي طموح أن أكون من ضمن المشتركة، وعلى هذا عملت 4 سنين. وكان نعم. إلي، وأنا كنت مندوب المدن الساحلية. لم يشاء القدر، والحمد لله على ما قدر. مش الأمور مش شخصية أخي الكريم، أنا على مستوى شخصي بغنى، لكن عندكم في الرملي والند ويافا في استياء، خلينا نقول هل رايحين يخسروا نسبة تصويت عالية في هاي المدن؟ شوف، هناك يعني عدة عوامل تبعث المواطن يخطط ويفكر في شغلتين. أولا في استياء، ليش ولا مرة يتم تمثيل أحد الكوادر في المدن الساحلية؟ 2، هناك أيضا شريحة كبيرة تنادي بالمقاطعة، وأنا مش مع المقاطعة، بل أنادي إلى أن نخرج ونصوت للحزب اللي أنت ترى فيه، أو القائمة اللي أنت ترى فيها مناسبة لفكرك ولا تواصلك معها. أما استياء فيه، ولا مرة كان واحد من المدن الساحلية الرملة والليد. ليش؟ حتى الأحزاب تجاهلت، وهذا باعتقادي خسران كبير. عندنا 80,000 مواطن، 85,000 مواطن، 42,000 مواطن صفر، وزيد عليه استياء في مدينة في النقب. كم صوت في المدن المختلطة؟ 45,000 صوت صفر، ولا اعتبار ولا اي شيء. اسا بده يتصلوا مركزين الاحزاب ورؤساء الاحزاب من شان الله يدعمونا احنا واحنا ممكن واحنا. ممكن توقعاتك بالنسبه لمشاركه المدن المختلطه في الانتخابات؟ طلع احكي لك، يعني لا شك انه هناك ايضا يعني في انتساب لناس كمحزبين. عندك الحركه الاسلاميه لها تمثيل، الجبهه لها تمثيل، ربما التجمع ضئيل اما له تمثيل. شوف اخي الكريم، اليوم عشان تعدي بدك 140-150 ألف، خذ الجبهة أو خذ الإسلامية، عنده 30,000 صوت. هذا بلوك، حط محمد عودي وحط إبراهيم عودي وحط أسعد عودي بنتخب. الآن في 30 من الجبهة ومن الإسلامية، 30,000 بيتغير. عندك كثير نوادي من الجبهة. عندك شك إنه هناك كان في، خلينا نقول، تعمد لعدم إشراك ممثل من المدن المختلطة والنقب في هاي القائمتين؟ طلع النتيجة تقول إشي واحد واضح، ما في ممثل حتى في النقب ممثل التاسع. هذا أنا تعمد. أنا بحكي لك، أعطوا تمثيل لشرائح وتلاشوا المدن الساحلية. نقطة خطر جديد، إحنا خيا لا معروفين عرب عند العرب ولا جد المتابعة ولا عند اليهود. يا إحنا عرب، إحنا اثنين وطرحين بين البتيزة سازم بيحكوها. فلذلك يعني شو، خذ انسى المشترك اللي حضروا الانتخابات، ليش مش أنا ممثل في جد المتابعة؟ ليش إن طب أنا بمثل، أنا انتخبوني 3,000 مواطن، رئيس سلطة محلية انتخبوا 2,000، وكذلك باللد وكذلك كافة. باللد 6 أعضاء عرب، ولا واحد منا عضو في المتابعة ولا في القدرية. ليش؟ لا بسأل ليش 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 مهمشينا صدر جديد، انتو مخذينا باي دوي، ما انتو علينا. هذا انتهى العصر. انا بقول لك شغلة واحدة، الاحزاب سيكون هل هناك نية في الدول في المدن الساحلية والمدن المختلطة لمعاقبة، مش بس في المدن الساحلية. أخي الكريم، أنا عايش بين جماهيري وعايش بين الشارع وبشوف كل يوم الأخضر واليابس. في نية للمعاقبة في هاي الانتخابات القادمة بدون أذنى شك. إذا كنا في المشتركة المرة اللي فاتت 13.7 و 8، اكتب عندك 10 ماكسيموم. أنا مسؤول عن كلامي. في استياء بالشارع الآن، يمكن آخر 2-3 أسبوع يكون شوية صحوة ودعم هنا وهناك، بس كثير تنساش أنه في عنا 20% تقريبا و18% ناس مقاطعين يعني جهرا، وغيرهم اللي بقول لك أنا ما لي علاقة. أنا بدي أفهم شغلة واحدة، شو الرابط والقاسم المشترك بين التغيير وبين الجبهة، وما القاسم المشترك بين التجمع والحركة الإسلامية؟ انت احكي لي شو القاسم. أنا بقول لك فيش أي قاسم، وإنما الكرسي. يعني تقسيمة الموحدة والمتجمع واحد واحد واحد، هل تمثيل التجمع هو يساوي الحركة الإسلامية؟ أنا بقول لك لا، الحركة الإسلامية عندها كوادرها وعندها ثوابتها وعندها مصوتينها. هل يساوي التجمع؟ ظلموا. هذا الكلام بيحكوه ناس إسلاميين، وهذا الكلام بيحكوه جبهة. ويقول لك أيمن عودي، أخي اسأل أيمن عودي مرة، هل في ال3 سنين حكم أحمد طيبي كلمة؟ كانوا أعداء وصراع يوميا. مين
أيمن عودي وأحمد أيمن عودي كان رئيس المشتركة حبيبي، والطيبي كان بالمشتركة. نعم. ثلاث سنين تناحر بينهم، ثلاث سنين تناحر، فجأة بيتصوروا مع بعض إحنا حزب، يعني عدو الأمس أصبح صديق اليوم. هذه السياسة. هاي السياسة. يا لا. هاي السياسة. هاي السياسة يا أخي. إحنا مش جايين نحرر إيران، إحنا جايين على أمور مصرية. مصرية لمش مجتمعنا. أنا الآن أخاطبك ومصلحتي مصلحة جماهيري، بغض النظر عن أحمد الطيب وعن أيمن عودي وعن الدكتور منصور وغيره، أنا بهمني المصلحة العامة. وأنا ضحي شخصيا، وكثير من أبناء شعبنا الشرفاء ضحوا كثير أشياء من وقتهم من 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 فلوسهم عشان المصلحة الجماهيرية. أخي الكريم، إحنا بنعمل مشاريع على أرض الواقع أحسن من 1000 عضو كنيسة في البرلمان، وهي أشياء ملموسة. طيب، لما في الفترة السابقة خلال طبعا ازدهار القائمة المشتركة من 2015، كيف أنت بتلخص عمل أعضاء الكنيسة العرب داخل القائمة المشتركة في المدن المختلطة أو المدن الساحلية؟ تلخص لعملهم. أحكي لك شغلي، ساعدوكم مش إحنا زيارات موسمية ما بدنا، كانت زيارات موسمية. يعطوني مشروع واحد ولا تحدهم نقد بناء، لا أكره أحد، لا أعضاء ولا أي بشر، لا أكره إنسان، لكن أنا أتعامل مع واقع. هل واحد من أعضاء الكنيسة تابع قضية واحدة وكان لها نتيجة؟ طلع بيجوا بتصوروا، بيجوا بيعطوا خطابات وانتهى الأمر، خلصنا. كم مرة عملنا مظاهرات ضد العنف في المستشفى عندنا؟ كم مرة عملنا مظاهرات ضد هدم البيوت؟ عملوا إشي؟ بيجوا بعد الحدث. لماذا لا نراهم قبل الحدث؟ أين أنت من تخطيط المدن يا أستاذ عضو كنيسة؟ أي واحد منهم؟ أين أنت من ترتيب خارطة الكنيسة يعني في كل مجلسنا؟ تتهمهم برضو أعضاء الكنيسة في القائمة المشتركة من 2015، طبعا بعد إقامة المشتركة، أنا ما بدي أحكي ما قبل إقامة المشتركة، بتتهمهم في تقصيرهم تجاه المواطن العربي داخل المدن المختلطة. تعال أخي الكريم نعرف تعريف. لا، اتهام مباشر. اسمعني أنا ما مش هوفر نقد على أي إنسان مهما كان في أي موقع كان. إذا هو ممثل جماهير بتتحمل النقد. نقطة جديد، لا نتهم إنسان شخصي. لا شك إنه في تفاوت بعمل أعضاء الكنيسة. قد دوف حنين، أنا بحكي لك هذا الإنسان كان بيجي بيشتغل، هذا بنزل له طاقية بسن أكثر من 100 قانون. أخي الكريم، هذا عضو كنيسة محترم نحترمه. كان يتفاعل معكم، كان يتفاعل مع الجميع، وكان يتواصل في أعضاء كنيسة. جاء على مكتب العمل خيان على الكنيسة، مش جاي، فيش ناتج. بعدين هاي مش أنا بحكيها إحصائيات من الكنيسة. فرجيني كل عضو كنيسة شو عمل. إحنا سؤال، المشتركة كان بيخذها 1.5 مليون كل شهر تموين، هل أقاموا لجنة مصغرة من مهنيين لتقييم المشتركة نفسها عشان يطلعوا للجماهير؟ ما أنا جمهور نفسي، أنا مجبورين يعطوني تقرير، لا أنا مدير شركة، أنا كل شهر بيجيبوا لي جراف وين أنا ربحنا، وين سقطنا، وين نزلنا، وين طلعنا. هل في تقييم لكم العمل المشترك؟ أنا مش ضدهم خيي، أنا بدي أكون تكونوا 20 عضو في كنيسة في العرب، بس بدي عمل، بدي جدوى، ما بدي تحفظات سياسية. أحكي لك كمان شغل أكثر من هيك وأخطر من هيك، ربما عضو الكنيسة على مستوى شخصي عنده فكر ولكن يفرمل لأمور ثانية حزبية أو إقليمية. بحكي لك أمر يعني ربما خطير. رجعتنا على الإقليم، أنا برضو بدي أسألك سؤال، هل كان تدخل الرئيس محمود عباس أبو مازن بالذات في هاي المشكلة كان في محله؟ شوف أحكي لك صراحة، أحكي لك أنا مقرب من الجميع تقريبا، هناك مصالح ولازم تكون أخي نايف. أنا طلع أنت سياسي، أنا جاوبني جواب سياسي، أنا مواطن بسيط، أنا بدي جواب، ما بدي أجاوب. هل تدخل، أو خلينا نقول، أقول لك بدي أبسط لك السؤال أكثر، إنه أبو ماهر رئيس بلدية الناصر عليه السلام توجهه للرئيس محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني كان في محله؟ أحكي لك إيش اللي صار دقيق. كان توجه من السلطة الفلسطينية لإعادة ترتيب المشترك، كان هدفهم يكون مشترك بحيث أن يكون أكثر عدد لأسباب سياسية، في الشك أنه الكل معني تغيير الحكم في إسرائيل، ماشي، تدخلات غير مباشرة. نادوا وراء أخونا علي سلام أبو ماهر ينفصل عن الطيبي بحيث نشف الطيبي لحاله. كل وقت وانت يا ابو ماهر علي سلام مع الطيبي، انت مقوي الطيبي، انفصل عن الطيبي، الطيبي يرجع على المشتركة باحترام مش بشي تاني. وكذلك كان توجه إلي شخصياً،
انه طلب مني ان اطلب من طلال كريناوي اكثر من هيك صراحه، انه كمان هو يبتعد شوي على الطيبي، خلي الطيبي لحاله، بل كان اجا واخذ قوته الطبيعيه في خلال المشتركه. جهات معنية، سلطة الوطنية الفلسطينية، جهات معنية من حق الجمهور يعرف. أخي احنا بنحكي كله فاتح open space. كان توجهات انه يقطعوا الطريق على الطيبي بحيث ان يكون في حجم يجبروه مشان يرجع المشترك. هو طريقه كانت المشترك يا أحمد، يعني كتلة هاي كلها لتضييق الخناق على حد دكتور أحمد مشان يرجع للمشترك حرفيا. نعم، إن كان الجهة اللي اتصلت فيك أو اتصلت في أبو ماهر، هاي كلها كان ضغط على الدكتور أحمد طيبي يرجع على كانوا معنيين في بناء المشترك، والكل رأى في انفصال أحمد الطيبي. هاي التدخلات مش خطيرة. لا أخي الكريم اسمعني، كمان الأيباك بأمريكا بتدخل في انتخابات بإسرائيل، وفي انتخابات إسرائيل بتدخلوا فيها بصور غير مباشرة. في تيارات بالعالم أخي الكريم، الأمر لا يقتضي في مجارب الرملة أو بجدة أو بالباقة. هناك أمور أنت بتحكي على الكنيسة وتنظيم وسن قوانين وإتلاف قانون حكومي. الإتلاف حكومي له مآرب، لهم سياسات. شو جاب جينيتس فكرك؟ شو جاب جينيتس اليوم؟ صحي جينيتس اليوم أنا بدي أروح أصير رئيس وزراء، شافوا فيه انه كفو يكون رئيس وزراء ويبدله بنتنياهو. فهناك كثير من الجمعيات وكثير من الاتجاهات السياسيه شافوا مناسب فزقوا. شوف انت، خذ قضيه كينيتس كحولفان، ثلاث جنرالات ويير لابيد حطوا الايجو عشقه، وتعالوا عندنا هدف بدنا نوصله، كيف مش مهم، انا انت هي هو مش مهم. احنا العرب دشرنا كل وحده، دشرنا شمعة وحدتنا الوحيدة، احنا الوحيدين في العالم العربي ككل توحدنا وفسخنا الكرسي. ما عندك راسي بلاستيك كاتر بعشرين شيكل تعال خذوه خيار. طيب انا ابسطنا عليها على فكرة. طيب توقعاتك للقائمتين، انت عطيتهم 10 5 5؟ اولا انا بصراحة بغض النظر عن امور شخصية وبحكي لهم في وجههم، بتمنى لهم وبرجو لهم النجاح، أكتر عدد يكون هذا بيرجع بتطلب يرجعوا للجماهير، مش ياخدوهم مفهوم ضمنا، بدها ترتيبات لوجستية، بدها ترتيب صرف أموال على المنتخبين. يا أخي الكريم بتمنى أن يكون أكتر من هيك في أي، وأنا لا أعلم الغيب، ولكن كل المشيرات تشير أنه لن يحظوا على 13 كرسي، وهذا بكون مؤسف جدا جدا جدا. طيب انا بدي ارجعك لهالصور هاي اللي... طيب تفضل هالصوره هاي استاذ نايف، طلع هالصوره هاي الدكتور منصور طانس طانس. نعم دكتور منصور. نعم. يعني هاي لي عشيه انتخابات، عشيه تسجيل القوائم، تقديم القوائم هاي. نعم تقديم. نعم. القوائم. نعم. شو اللي صار في عاره، في اجتماعهم في عاره، اخر اجتماع كان؟ يقال انه احمد الطيبي او تحديدا اسامة السعدي طلب اجتماع للرباعية. حلو الرباعية. هو طيب. طلب اجتماع للرباعية وقرر يكون عند مدر يونس في البلدية او في المجلس، واسامة الطيبي مجوش يترجوهم تعالوا. هم اللي طلبوا الجلسة ومجوش. اسامة السعدي والطيبي طلبوا الاجتماع رباعية وتعالوا نتفاوض ونعمل اشي بلكن خلا هيك يوم الاربعاء. ومجوش اتصلوا فيهم تعالوا لا المؤسسات عند العربية للتغيير ما تتهمش اوكي يروحوا يفاوضوا. جبهة كانوا كلهم. طب معناته هون ما صار في اشي وراء الكواليس ما بين الجبهة وما بين الدكتور احمد الطيبي؟ احكي لك شغلة بديش اجزم، ولكن ابرام الاتفاقية بين الجبهة والتغيير كان قبل عارة. محمد بركة دشر شلح بدلة المتابعة والأوبيكتيفيوت ولبس بدلة رئيس الجبهة، نقطة صار جديد، ومن خلال السكرتير العام منصور دهامشي خلصوا مع الطيبي حكمة سياسية أظهروا لآخر لحظة. هذا منصور أمام الشاشات أمام الكاميرات أعلن إنه اللي شق صف المشترك الدكتور أحمد الطيبي والعربية للتغيير. شو اللي جابوا معه ثاني يوم؟ ما بعرف. لا بدك بتحكي لي سياسي؟ انا بعرف شو السياسي. انا بحكي لك انا بعرف اسال، اما ما بعرف السياسي. السياسي لكم انا هي كثير من جبهويين بالدم
بيسألوا السؤال. امبارح كانوا بيتهموا اشياء خطيره. الجبهه كانوا بيتهموا اشياء خطيره لاحمد الطيبي، وانا لا اتهمه باشياء خطيره، احمد حبيبنا وعزيزنا وانسان نحترمه، لكن شو صار الوفاق بينه؟ هاي بيسألوا اهل الجبهه مش انا. شو هذا الزواج قديش راح يديم؟ متعه. زواج متعه؟ متعه بعشرة اربعة ضل اولادك، انما المؤمنون اخوه في عشرة اربعة. يعني بكنا فيها الحالة، احمد الطيبي كان في المشترك مع ايمن عودة، ولا مرة احمد الطيبي استعرف انه ايمن عودة رئيس المشترك، فما بالك الان في جواز المتعة؟ ما في قاسم مشترك، ما في ايديولوجية. احمد الطيبي اخذ تمثيل اثنين او ثلاثة بتدخل نمرة سبعة عنده، انتهى الامر. ما في ايش في قاسم مشترك بينهم. وكذلك الاسلامية والتجمع، في تذمر بين التجمع، بقول لك شو جابني على الاسلامي؟ يعني شو انت بتقول بعد الانتخابات؟ يعني خلاص كل واحد بده يشتغل في، انما المؤمنون اخوه. فسر لي اياها، انا مش فاهمها. المشاهد من حقه يعرف تفسيرها. اي واضح، انا بحكي عربي. ماشي ماشي، لا هي ايه من القران، انما اوكي ماشي، بس انا مش فاهمها والجمهور مش فاهم. شو يعني اخي الكريم؟ اعطيني توقعك بصراحه. انا بعرفك جريء استاذ نايف وصريح. في 10 4 كل حزب من مركبات القائمتين حيشتغل بصوره انفراديه. يعني العروس بتروح عند ابوها؟ الا طبعا خلاص. واضح واضح. ارجو ان يكون عمل مشترك بالكنيسة على مستوى قطر لمصلحه جماهيرنا، اما في جلسات داخليه وامور استراتيجيه كل واحد عنده استراتيجيته. يعني كيف بده يتماشى الخطاب الاسلامي مع كل تجدد مع الدكتور منصور عباس؟ انا بحترمه، يتماشى مع تجمع. يا عمي التجمع في الايام المشتركه فرمل كل عمل المجتمعي. ايمن عودة إنسان لازم يقعد هان محلي ويعطيك أجوبة لماذا كان عمله مفرمل من خلال 4 سنين. عنده قدرات، إنسان مبدع بنحبه، ولكن كان مفرمل من الجبهة، من الجبهة ومن قسم من المشتركة وتحديدا التجمع. ليش ما يحكوها؟ فيش إنسان جاري يحكي يا أمي إحنا بنخدم. أنت إنسى سياسة تلعب معاي، إحنا جايين نخدم الشعب. الشعب بده يسأل شو عملتوا. إنا أنا بدي أسأل 13 عضو آخر 4 سنين، قدم لي تقرير شو عملت. هاي لو هم برلمانيين في اوروبا بقيلوهم. انت خايف بعد الانتخابات على المجتمع العربي؟ طلع احكي لك انه احنا مستهدفين. لا شك انه الحكومه اليمنيه، حكومه الليكود اخر 4 سنين سنت قوانين مجحفه في حق المواطن العربي، قانون القوميه. اصبح بين موشي وبين نايف في فارق، بينما أنا أهل البلد وأنا صاحب الأرض صرت درجة ثانية وثالثة ورابعة أخي الكريم، وصار بعض الأحداث بدناش نحكيها لذيك الوقت. أما هذا لا يعقل. اثنين، قضية قانون كيمينتس والبناء والمسكن شيء قضية حارقة أخي الكريم. هذا القانون مر، تعاملوا معه بعض أعضاء الكنيسة عشان يكون منصف، بعض أعضاء الكنيسة العرب بمصداقية وبجدارة وبمهنية. أنا بحكي لك وكنت في كم جلسة، ولكن القانون سن. اليوم أي واحد بيبني بلوكة معرض للهدم ومخالفات بمئات ألاف الشواكل. وين إحنا؟ وين موقفنا؟ أنا بدي أسأل لماذا نحن كأعضاء كنيسة أو متابعة لا نصنع الحدث ودائما ننجر وراء الحدث؟ أعطيك قضية الطنطور، بنتظاهر قضية الطنطور. يا أخي الكريم، قضية أرض الطنطور صدرت قبل 20 سنة وقسمت وانباعت الأراضي قبل 20 سنة. وين كنا؟ بعد اليوم الناس اللي شراها ومش بحق بده يبني بيته وصار يعمل شغل بتوح ما بتوح بده يروح يسوي مظاهرة، وين إحنا؟ في سؤال شخصي أستاذ، وهذا السؤال الأخير. على صعيد المحلي في الرملة إحنا بنشوف الأستاذ نايف أبو سويس بيشتغل تقريبا من أول يوم دخل في البلدية. شفنا أنه التحركات على أرض الواقع كانت على قدم وساق، منها طبعا في الأحياء الفقيرة في الرملة وترميم البيوت. طبعا هاي لمستقبلك السياسي ولا هذا بتشوفه أنه واجبك أنك تسوي؟ أخي حكمة، أنا انتخبت من الجماهير في مدينة الرملة، أنا أرى بنفسي ممثل جماهير، من واجبي انه اخدم طبعاً جماهيري. طبعا هاي الصور اللي حلمي اشوفها، اخدم جماهيري. معقول اليوم في القرن الواحد والعشرين في صور من هالنوع؟ في وين بدك تطلع؟ وراك، هون وراك في بيوت هيك. اخي الكريم، للاسف الشديد هاي صور، يعني اللي سمحنا لنفسنا ان ننشرها بس حفاظا على احترام الناس. هاي بيوت القرن الواحد والعشرين. اليوم 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 ومسكونة هاي البيوت. هاي بيوت مسكونة بغرف لعائلات مستورة. شفنا هاي الأمور، يعني تكشعر الأبدان لهذه الصور.
لم نترك أي فاعل خير، جندنا كل فضل جندنا كثير من الناس. إحنا قيمين على هذه المشاريع لندخل البهجة والفرحة البسيطة على الأولاد. لا يعقل في غرفتين من النوع ساكنين 7 أرواح. ابعدني عن السياسة، ابعدني عن الكنيسة، أنا راضي بما أفعل، أنا إنسان جاي أخدم بلدي، أنا الحمد لله ربنا مفاتح علي، عندي سيارة وعندي بيت وعندي مكتب، مش عايز كراسي كده، عندي كراسي في بلاستيك 20 شيكل، أنا جاي أخدم بلدي، أنا من 30 سنة في الحراك، سأخدم بلدي حتى أن يشاء الله، ولا أفرط في لحظة من وقتي فراغ، أنا في خدمة البلد، في خدمة أي إنسان فقير بحاجة، هاي رسالتنا أخي الكريم. طيب شكرا لك أستاذ نايف أنك شرفتنا، وطبعا أنت أغنيت وفسرت بعض المواضيع، مش جميع المواضيع لأنه كنت سياسي من الدرجة الأولى. بهذا مشاهدينا الكرام نأتي لنهاية هذه الحلقة، برنامج تخلص، على أمل لقائي بكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله.